انا اتربيت على توم اند جيري مثلا في الكارتونز، بس انا بحب الكارتونز لحد النهارده واثر فيا لحد النهارده. ده ميزه الفن، الفن ممكن يغير عالم كامل. انا مهم جدا بالنسبه لي انه بنتي يكون عندها ثقافه سينمائيه ومن صغرها تتفهم عن اهميه السينما ودور السينما ونفوذ السينما والامباكت اللي السينما في يكون عنده اياه على حياتنا بطريقه ايجابيه. اهم شيء عندنا اللي هم الاطفال والشباب، اذا احنا ما نمينا في هذا العمر بالطريقة الصحيحة ما بنشوف ناتج ممكن نحن نعرضه في، لكن نحن إذا من البداية سمعنا أفكارهم ساعدناهم، وجودنا كمنصة تعرض أفلامهم أو أفكارهم أو قصصهم. الطفل من نسقل فيه هذه الأشياء يكبر ونشوف إنجازات منه جميلة. وشكرا على هذا الدعم، الدعم هذا جدا جميل. شنو هذا؟ شنو تحط حنا؟ لا مسوي حمام زيت. كان في فيلم اسمه The Railway Children شفناه واحنا اطفال، كان كلهم اطفال او The Little Rascals، فيعني كان في فترة طفولتنا احنا في هذه الافلام وانقطعت للاسف، لكن نتمنى ان وجودنا نحن يرجع ينمي هذه الافلام ان شاء الله. ليلى الخاجة جاي الليلة، وفيلم 3 كان من بطولة طفل، في كثير افلام بطولتهم اطفال بيأثروا فيك بطريقة ايجابية كليا. بقى عندك كثير يعني هلا يو بوت مي اون ذا سبوت، عندك كثير افلام بحبها فيها اطفال. الجميل في السنة هاي ان احنا نحتفل بفلسطين كدولة او ضيف شرف، فبيكون 9 اكتوبر يوم نحتفل فيه في فلسطين، يعني جامعين مخرجين من فلسطين، منتجين، جلسات نقاشية، افلام فلسطينية، فعاليات حول فلسطين، عاداتها، ثقافتها، كل شيء جميل في فلسطين. مبروك على التكريم، كيف حاسه حالك بالشارع؟ كثير 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 مبسوطه، مع انه صعب انه ننبسط بالوقت اللي هلا مع كل اللي عم بيصير، كثير مبسوطه، حاسه حالي مع اهلي، حاسه انه قلبهم على قلبي وقلبي عليهم، وعم ندعم منطقه كلها شباب. يعني انا ام، انت ام، بتعرفي قد ايه مهم انه يكون في مساحه مثل هاي لاولادنا يتعلموا يعبروا عن حالهم، يتعلموا يحكوا قصصهم، يطوروا فرديتهم، بنفس الوقت عم يتواصلوا مع العالم، عم يعزموا ناس من برا يجوا يشوفوا قد ايه هن تالنتد واكسايتد اباوت ذا فيوتشر. وكمان فلسطين ضيف الشرف هاي السنه، وانا لي الشرف اني امثل بلدي، يعني ما بقدر اكون الا سعيده.